السلام عليكم. إيران تعلن للمرة الأولى تلقيها رسالة من السعودية وتحدد شرطا إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك لتتواصل بجديد الأخبار العاجلة والحصرية حول إيران والسعودية. أكدت الحكومة الإيرانية أن هناك رسائل من الرياض وصلتها، لكنها تريد رسائل علنية يمكن أن تكون إحداها إنهاء الحرب في اليمن. وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي ظهر اليوم الاثنين: وصلتنا رسائل من السعودية، لكن يجب أن نشاهد رسائل علنية، ويمكن أن تكون إحدى رسائل السعودية العلنية هي إنهاء الحرب على اليمن. وأضاف الربيعي: لقد طلبنا بإنهاء الحرب على اليمن منذ البداية، ونرى أن الحل هو وقف إطلاق النار مشددا. نحن مستعدون للقيام بكل ما نستطيع في هذا الشأن. وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 أذار مارس 2015 ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء. وأدى النزاع الدامي في اليمن حتى اليوم إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعات في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفرت بحسب إحصائيات هيئة ومنظمات أممية عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا وتراجع حجم الاحتياط النقدي. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.